تبارك الله على منطقة كديرة سلكناها أنا وابن ديالي الصغير. شوفوا تبارك الله هنا الجبال كديرين كيتسلقوا فيهم الناس كيجيو إن شاء الله نضربوا هاد الدكيكة ديال أتاي إن شاء الله ونمشيو نتحركوا. يلا نهبطوا. هوبا أي 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 أنا منظر هنايا لا غادي طيح. عمركم مريض شحال ديال مسمنة؟ مسمنة دير شي ثلاثة مسمنات وثلاثة بيضات بلديين. نسلقهم ولا نطيبهم؟ طيبهم نسلقهم. طيبهم زيت العود مع المسمن. بغيتيهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا اخوتي بخير وعلى خير بكامل الصحة والعافية. إن شاء الله جيناكم اليوم فيديو جديد وفيديو هذا النهار مغاير، غنمشيو فيه أنا والعائلة الصغيرة إلى بن سليمان إن شاء الله غندوزوا فيه واحد النهار واعر طردك. ولكن خوتي غنمشيو حنا ثلاثة الناس على موتور سكوتر صغير، واش غيوصلنا ولا ما غيوصلناش؟ الله أعلم، الطريق تحكم. المهم ونتمناو أنه يوصلنا، ولكن ماشي على بن سليمان، غنفوتو بن سليمان تل عين الدخلة للمنطقة بعيدة على بن سليمان. المهم خليكم على فيديو تتمتعوا به وتستمتعوا بهذه الجولة إن شاء الله اللي غنديرو. شوفي ليه؟ يلا يلا غنمشيو في الموطور ونمشيو وندوزو واحد النهار زوين نجلسو في الغابة. نعم خليكم اخوتي معنا في الفيديو، نتمنى يعجبكم. عندك هذا هو الموطور اللي غنمشيو عليه، تخيلوا هذا سكوتر واش يوصلنا ولا ما يوصلناش؟ الله اعلم. ثلاثة الناس مردفين. يلا نشدو دابا الطريق، يلا نتحركوا مزيان. يا الله يا الله، ثلاثة الناس مرتبين على سكوتر. أخيرا كندخلوا الدخلة ديال بن سليمان، كما شفتوا أخوتي دابا حنا في الدخلة ديال بن سليمان، كما كتشوفوا على الجنب اليسر ديالي كاين القصر الملكي. المهم إن شاء الله الحمد لله وصلنا حتى هنا بن سليمان، ولكن باقي لينا عاوتاني واحد 10 كيلومتر أخرى إن شاء الله لعين الدخلة. غنمشيو نشوفوها إن شاء الله. وهاد عين الدخلة الصراحة منطقة خطيرة واعرة واعرة بزاف. مرحبا بكم مدينة بن سليمان، أخيرا كنوصلوا لبن سليمان. المهم كما شفتوا اخوتي غنمشيو ناخذ شي حاجه باش نمشيو ان شاء الله لعين الدخله، حيت عين الدخله ما كاينش شي حاجه اللي غتقصيها تما كاين شي حاجه. اجي المطار في الحاره، اجي كمان. حنا دابا اخوتي في منطقة بن سليمان، كما كتشوفوا هاد الرومبا هادي اللي كتشوفوا هنايا، وهاد الشانطة هادي ما كانش هنايا تصاوبوه. آخر مرة جيت ما كانش مصاوبة هاد البلاصة هادي، دابا صاوبوها ولات زينة صراحة ولات واعرة. هادي حديقة ديال الحسن الثاني، هادي حديقة الحسن الثاني اللي كاينة في بن سليمان مشهورة. شي عندهم مساحة هنا كبيرة صراحة ناضية. شي هادي مشو حديقة زوينة الصراحة، كيجيو الناس وبيض. كانوا شي ايامات في ايام كورونا كانوا سادينها، دابا راه حالينا دابا.
تدخل لي قرعة الماء. صراحة منطقة زوينة هاد البلاصة هادي، الجردة واعرة واعرة صراحة. ناخذ قرعة الماء. نوريك واحد السبع. سدي قرعة. شد باش نوريك واحد السبع. شد والله سدي سعيد ضربني. يلا شد فيا شد فيا غن. لا اجي تشوفهم اجي تشوفهم نوريك هاد السبع هذا الشيء شو هاد الزرده شحال زوينه شرا هو السبع راه هو السبع الشيء راه هو هو هذاك اللي فيه واقف ممنوع الدخول والسباحه زوينة الشمش كي جاتك هاد البلاصة هادي زوينة الصراحة منطقة زوينة هاد الجريدة هادي اللي دايرين هنا كاين هنا واحد النافورة هنا دايرين في واحد السبع ديكور تما كاين في هاد الحديقات سيدي يحيى زعير عين تيزغا هاي المهم اخوتي دابا غنشدوها العين الدخله صراحه الطريق بعيده من هنايا حوالي شي 10 كيلومتر حتى 12 كيلومتر باش توصل العين الدخله السلام عليكم شوف الطريق ديال عين الدخلة عين الدخلة خصني نرجع ياك صافي حدا الجردة من الجردة هيا واخا الله يرحم الوالدين شكرا المهم اخوتي كنمشو دابا فتنا بن سليمان دابا الدخلة ديال ممر ديال الطريق ديال عين الدخله هو هذا كما كتشوفوا الطريق ضيقه كاين على بيست وكلها شجر والحلوف موجود هنا شوفوا تبارك الله على مساحه ديال الغابات تبارك الله شحال كبيره تبارك الله دابا حنايا غادي فوق الموتور اي بالله ثلاثه الناس فوق سكوتر واصلين حتى لهاد البلاصه هادي انا قلت بوحالي وصلني انا كاع ولكن صراحة بيني وبينكم الجو رائع طبيعه رائعه منظر واعر واو 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 حنا قربنا اخوتي كما كتشوفوا واحد الفيلاج قربنا عليه هاد الفيلاج كنقربوا ليه كنوصلوا لواحد البلاكه مكتوبه فيها عين الدخله صافي راه تما كيبان لينا واحد العقبه ونهبطوا منها وحنا وصلنا ان شاء الله كما شتو اخوتي اخيرا كنوصلوا لعين الدخله دابا غنهبطوا من هاد العقبه ولكن وما كاين لا فران حتى الفران حتى هو مشكل عندنا الفران شويه ضعيف شوف تمنظري مع راساتك اول مره غتجي معايا نزل ولكن راه واعره صراحه منطقه زوينه شوف 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 على المنظر كي داير شوف كي تسحب راسك في الشمال ولا في شي منطقه اخرى من غير بن سليمان شوفها كامل تبارك الله شوف شوف يا ناس شوف شوف على المنظر كي داير شوف 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 تبارك الله تبارك الله واو كيف شفتو اخوتي حنا بعين الدخلة ومرتبين ثلاثة هاد الناس فوق السكوتر شوف شوفي شوفي ليه
شوفي لي المنطقة الجبلية اللي قلت لك كيتسلقوا فيها الناس فوق هي، وكاينين كاينه واحد الغار تما كاين كيدخلوا ليه. تبارك الله وصلت عندي. الناس قليل اللي كيجيو لهنايا، الا كانوا شي خراجات سياح. شوف تبارك الله، شوف 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 راهو الجبال اللي كطالع عليه. شوف واو 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 ما شاء الله ما شاء الله على برا. واش باش كيكونوا سميتو خرجات كيبانوا لك الكيران اللي واقفين، ما كاينش الناس واقيلا بزاف كاع. يلا بات لي شي طو راه فين ديري القياطه تباكي. لا هذوك الناس اللي ساكنين هنايا هما اللي دايرين لهم هذوك القياطن. كيجيو الناس السياح. شوف تبارك الله على جبال اللي كيديرين. شوف شوف على منظر كي داير. شوف هنا فين كان وقفوا، عرفت هنا فين كان حطوا المطار هنايا، هذا هو الكارديان هنايا. تبارك الله تبارك الله على منطقة كديرة. شوف تبارك الله. يلا نزل نزل كان السلام عليكم. انا نحطو انا ياك سوا نحط واو تبارك الله على منطقه كبيره. شو الجبال واعر الله با كامل. اي كيما شفتو حنا دابا في عين الدخل. كي جاتك عين الدخل واعر ياك عم حسن هي ولا عين القسم؟ لا لا عين الدخل واعر. عين الناس بزاف كيسولوني عليها في فين جات، رغم ان راه ما يمكنش لك تجيب يجيبك طاكسينا ولا شحال، خاصك تكون كورتا ولا شي خراجات. ما الدراري كيكريو واحد كار وكيخرجوا فيه حتى شي حاجه. الحال سخون الجو والجو سخون تبارك سبحان الله العادي. الكام ثقيل والهدوء. كتسكنوا هنا ياك؟ كتسكنوا هنا؟ شوف شتي على منطقة كديرة كمال. أوي شي زوين عندي. هاد هذاك العود هذا.
السلام عليكم. السلام عليكم. واش هذوك اللي عطاك تكريم؟ ها؟ ودابا شغنقولك برك اللي عطيتي وفي لا بغينا اتاي بغينا انا ندير كتير. ايوا شنو عندكم غير اتاي؟ المسمن البيض بلدي. وحسبي لينا كل شيء. نحسب لك كل شيء. بغيتي زعما جميع. هاتي دوكا شتي قايطه ونعطينا فيها 1000 فرنك. سيدي. في هذه العشيه. خالي تعنقول الدري غير برك فواحد القايطه ونا بالفرنك دابا قالت العشيه. صافي. قال كاي برك فواحد القايطون قال لك العشيه هذه هضر فرنك صافي ها صافي ايوا غنعمرك بريري ديالتي بغيتي البيض البلدي كاين بغيتي مسمن كاين مو انت ملي غادي تبرك لي بغيتي البيض البلدي مسمن صافي تعال لي فين اين قول لها تبرك قلت لها صافي هذاك ولا كاين شي واحد اخر فين تعال اجي كم راه قلت لك ديري مسده فهمي ما قلت لك راه مسده اجي 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 جلس هنا لا تتفرج لك وجلس بلاص اركي حبيبي يلا غادي تخرج جلس عمرك مريض شحال ديال المسمى مسمى دير عشي ثلاثه مسمنات وثلاثه بيضات بلديين راه نسلقهم ولا نطيبهم طيبهم نسلقهم طيبهم زيت العود مع المسمن بغيتيهم مع زيت العود مع المسمن صافي كون هنا مشيو اخوتي حنا دابا كرينا واحد القيطون و 10 دراهم صراحه لا غلى على مسكين شو على منطقه جبليه كيتسلقوا فيها الكلاب هادو تاو كيقلبوا على الماكله شوف 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 اش داخلين شوف شحال واحد تبارك الله اخيرا وصل الاكل دابا اخوتي نعمرو هاد الكاس ديال الاتاي شحر نقصيو بعدا عند الشندور شوف هنا في هاد البلاصه هادي كاين واحد الدوار هنايا عندهم كيصاوبو مسمن ملاوي هذا ملاوي ملاوي يديرو لك البيض هذا البيض بلدي هذا ماشي البيض هذا البيض بلدي عندهم كاس ديال اتاي بسم الله شوفوا هاد البيض تاعنا الله بعد ما ضربنا هذه الوليمه هذه غنمشيو دابا اخوتي غنطلعوا الفوق هنايا نتجولوا نشوفوا الاجواء هنا كي دايره شوف تبارك الله شوف 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 اوه داك الجبال هذوك تبارك الله حجر شوف 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 هذه هي المنطقه اخوتي اللي كتعجبني بزاف ديال عين الدخله هنا فين كيجيو اغلب المتسلقين كيتسلقوا هنا في الجبال السحاب اوه يي يي الشيخ كزيرة ناي اوه يي يي
شوف بصك تزلق هذي. اجي تشوف. سرع بشوية يا رجل، سرع بشوية بشوية بشوية. شوف ولدي الصغير كيتسلق الجبل، كان علمو يتسلق الجبل. كي جاك الجبل خليتي لي النهج هزك. اي شنو المنطقه كي دايره. على بلاصه شحال زوينه. سير الله زين. يا معلم سير قررتي توصل. سير على شوي هاكاك. سير سير اوكاك سير انا وراك. زيد شوفوا تبارك الله على الطبيعه. اجا كمال. شوف شوف هنا شوف هنا شوف هنا شوف هنا على الطبيعه. شوف 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 ليه شوف ليه. اوه شوف شحال ديال الغابه شحال ديال الاشجار. هي سير. اوه معلم قررتي توصل للغار. غنوريك واحد الغار نمشيو ليه. زيد احنا قربنا نوصلوا للغار. شات وصل الغار نسميك حتى البطل الصغير اللي وصلتي للغار. اول بطل صغير كيوصل للغار عين الدخله. سمعتي؟ يلا سير. هاتك هاتي الله يتبع طاعته هو البطل. تسجلني اتسلقوا ليه. المهم اخوتي قربنا نوصلوا دابا الغار. تسلق معايا. تسلقوا انا وياك. تسلقوا لي. بعيد وقطع كدر سدير تسلق تسلق ليه. شنو بعيزات فين طالعين؟ كنت عارف تطلع بالحجر. اجي من هنا من هنا اجي. المعيزات كاينين هنا. شوف شوف اجي طلع من هنا. طلع 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 طلع. شد في هذيك طلع في هذيك. معلم معلم هار لي يدك. سير سير قربتي توصل. زيد اجي هنا هنا من هنا. نطيح نطيح من هنا من هنا. قربنا نوصل. زيد هوبا نقص معلم. لا طلعتي شوف العب بشر. سير البطل ديالنا سير. بشوية لك. انت وصلتي اخيرا. البطل ديالنا وصلكم.
شو المغاره كيدير تبارك الله. اجي كمان نتصور انا وياك. تهلا اول وحدين كيوصلوا لهاد المغاره، ولكن معهم دري صغير.